تمام، كانت صورة تذكارية مع القرآن لو سمحتم. تفضلي يا أستاذة ريم، تفضلي تفضلي معايا، تفضلي تفضلي. يلا قربوا قربوا نعمل الصورة بعدين نتكلم. ميرسي، كنتوا هايلين هايلين هايلين، خليكم واقفين عشان الحركة وكده هتاخد وقت. مساء الخير، مساء الخير يا أهل اسكندرية، مساء الخير لكل المشتركين من أبو قير، من كفر الدوار، من سيدي بش، معظم اللي كانوا مشتركين. مساء الخير جميعا. فرانسيسكان، رسالة لفرانسيسكان هي مش رسالة تعليمية وبس، هي مسؤولية كبيرة حضارية شالوها على كتافهم مجموعة شباب متحمس، عارف هو بيعمل ايه، بيزرع نور وتنوير. واهتموا بكلمة تنوير، ما عدناش عايزين الأدمغة المقفولة. ودي رسالة لفرانسيسكان، شباب صغيرين وشباب عمالين بيكافحوا في مجال انه ازاي نقدر نكون مجتمع منفتح على الحضاره، على الفن. الفن ما هوش حاجه بسيطه بتسلي وبس، هي بتسلي، عمليه التسليه دي مهمه، ما تفتكروش انه حاجه بسيطه، انه الواحد اخر النهار عايز بعد التعب يتسلى، فالتسليه مهمه لا شك، لكن الاهم من كده هو ازاي انك تفتح عقول وتنظف قلوب. يعني استحالة فنان زي البنات الحلوة والشباب الحلوين دول واللي مثلوا واللي غنوا واللي عزفوا دول يطلع منهم إرهابي، لأنه هيكون الفن غسل، وهي دي مهمتنا. اسمحوا لي إذا سمحتوا إني أشكر كل واحد فيكم، وأبدأ بالأب بطرس دانيال. شكراً. لوكاس حلو، شكرا. الأب مخلص مصري، شكرا. كل المدربين على الأداء، موهبتين مرعبين، الاثنين في غاية الحلاوة، مش عارفين نعمل ايه. احنا مش هنعيد كل الغنيات من غير مزيكا ومن غير خلفيات ولا حاجة. انتوا بتحبوا طبق الماتين ولا لا؟ ما بتقدروش تعملوا كده يعني. جميعا نرحب بكورونا السوداء. سكوت دلوقتي يا صبايا، سكوت يا صبايا، الشباب الصبايا اللي ورا، شكرا شكرا. ركز حبيبي، خد نفس. يا لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها ابني على سوق وارفع راسك لفوق، قولها ابني على سوق وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري، انا مصري وابويا مصري وبخف الدم مصري.